تعالوا نشوف كيف نسوي ألذ قشط أو قشطة. أول شيء نذوب الزبدة تقريبا أصبع كامل، بعدين نحط حليب البودرة ونحركهم سوا. بعدها نضيف السميد ونحركهم كذلك سوا لما يتجانسون مع بعض، ونحط اللوز والسمسم. آخر شيء نحط كيلو تمر بدون العبس أو النوى ونحركهم سوا كلهم. آخر خطوة نضيف علبة قشطة كاملة ونحركها مع الخليط لما تختفي القشطة كاملة. وكذا تكون جاهزة معنا. ندلع الصحون هذه الصغيرة ونرتبها، وعلينا وعليكم بألف عافية يا رب.